السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديدة. معكم لبنى، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هاد الفيديو. وكنتمنى اللي ما اشتركش في القناة اشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كاع الجديد اللي كنزل في القناة، وما تنسوش تشجعوني بلي لايك ديالكم والتعليقات ديالكم. بلا ما نطول عليكم، نخليكم دابا مع الوصفات اللي غادي نديرهم اليوم في الفطور، وقلت نشاركهم معكم. عندي غندير اول حاجه غندير العدند، غادي نديرها بلا شابلوغ، ولكن غنديرها بواحد الشرموله اللي هي سبيسيال شويه، غادي نشاركها معكم. هنا كنحتاج العدند، نتوما القياس اللي بغيتو اللي عندكم. انا هنا استعملت نص كيلو ديال العدند. غادي ندير كاس ديال الحليب، عندي بيضه، وعندي هنا في التوابل كاين عندي الكمون، البزار، بابريكا ولا تحميره، الخردل ولا موتارد، القزبور والمعدنوس مقطعين، والثومه، وما نساوش طبيعه الحال الملحه. هنا الدقيق غادي نبقى نضيفه على حسب الخليط. غادي نبداو في الوصفه. عندي هنا لدند اللي ديجا كنت مرقداه في الخل وغسلته مزيان. غادي نضيف ليه البيضه، وغادي نضيف ليه التوابل كاملين. نضيف هاد كاس ديال الحليب، وغادي نضيف شويه ديال الملحه، غادي نخلط هاد العناصر مزيان. وغادي نبدا نضيف في الدقيق تدريجيا. شفتوها كيفاش كتولي بحال معجنه شويه، بحال غادي هكا. شفتوها كيفاش كيلصق فيها الطريفه تاع لدند، كيلصق فيهم هاد. نضيف شويه مزال صافي، صافي هي لدند ديالي واجده بهذا الشكل. غادي نغطيها ببلاستيك الغذائي وغادي نخليها في الثلاجه. الا بغيتو تبيتوها ليله كامله كتجي من الاحسن. انا دابا مزروبه، غنخليها غير واحد نص ساعه تقريبا ولا ساعه في الثلاجه، وغنجبدها باش نقليوها. دابا غادي ندوزو الوصفة ديال الدسير ولا التحلية اللي غادي نديروها. غطيه في الفران، ومن بعد غنديروها تبرد. كريم كراميل. غادي نحتاجو لهاد الوصفة 4 ديال البيضات، يكونوا بحرارة المطبخ، ديال الساشية تاع السكر فاني، نصف ديال العلبة تاع هاد بوليسيما راه معروفة. غادي نحتاجو نسيترو ديال الحليب بارد، وغادي نحتاجو جوج معالق حتى لثلاثة على حسب الذوق ديال السكر سنيدة. بالنسبة للكراميل غنحتاجو كاس عنبة ديال السكر سنيدة. غنبداو دابا في الوصفة. غادي نجيبو 4 ديال البيضات، غادي نضيفو ليهم جوج معالق ديال السنيدة، غادي نطربوهم، وغادي نجيبو نص سيترو ديال الحليب بارد، غادي نضيفو عليه نصف ديال العلبة ديال بوريسيما، وغادي نردوه فوق العافية حتى يغلى. كاس ديال عنبة ديال السكر سنيدة، بلا ما نحركوه غادي نخلوه حتى يولي عندنا كراميل فوق العافيه، على عافيه تكون مهيله. من بعد ما ولى عندنا الكراميل داك السنيده اللي درنا فوق العافيه حتى كيولي كامل، ما تدخلوش حتى كيكحل بزاف باش ما كيديرش، باش ما كيوليش مار. غادي تضيفوه الموز بسرعه قبل ما يجمد.
بعد ديال البيضه اللي درت مع جوج معالق ديال السليده، وغادي نضيف فيهم جوج ديال ساشيات تاع السكر فاني، غادي نخلط مزيان. وغادي نجيب داك السيترو ديال الحليب اللي درت مع بوريسيما فوق العافيه حتى غلو، وغنضيفهم على الخليط. غادي نبدا نضيفهم تدريجيا باش ما يطيبش ليا البيض، وانا كنحرك بسرعه. غادي نضيف دابا هذا الخليط فوق الكراميل ديالي، صافي. دابا غادي نديرو في مول يكون كبر منه بحال هكا، وغادي نديرو الماء غليان، حتى النصف يغطي حتى النصف ديال المول ديالنا. وندخلوا الفران يكون مسخن من قبل، ولكن غادي نشعلوا ليه غير لتحت. الناس اللي عندهم فران ديال الضو غتشعلوا ليه غير لتحت، حيتاش حنا الغرض عندنا غير يطيب داك البيض ويشبر فراسو ويولي بحال الفلو، ما غرضش ديالنا انه يتحمر. ومن بعد نتلاقاو ونوريكم شنو غنديروا. ها هو الكريم كاراميل اللي جبدناه من الفران، كتدخلوا فيه شي موس ولا شي شوكه ولا شي حاجه باش كتشوفوا واش خرجت نقيه، يعني راه طاب من الداخل. دابا غادي ندخلوه المجمد، لانني زربانه بزاف غندخلو المجمد ونتلاقاو من بعد. دابا لدند من بعد ما خليتها واحد تقريبا ساعه ديال المكانه في الشرموله، الا كنتو ما زربانينش عليها تقدروا تخلوها اكثر باش ما خليتوها باش ما كتشرب ديك الشرموله مزيان. دابا عندي هنا لا شابلور اللي ضفت ليها شويه ديال الملحه، غادي نهز لدند بحال هكا وغادي نديرها في لا شابلور. هنا لدند بدات كتحمر كيف كتشوفو. ها هو الشكل النهائي ديال لدند اللي درت لكم، كتجي مقرمشه، كتجي زوينه ولذيذه بزاف. كنتمنى تجربوها وتخلوا لي التعليقات ديالكم. دابا غادي نصايب لي كروكيت ديال البطاطا والفرماج. غادي ندير هنا خديت 3 ديال البطاطا متوسطين، طلقتهم ومعستهم وزدت ليهم بصيله صغيره مشلضه، الربيع، الملحه، الكمون والبزار، وشويه ديال البابريكا ولا تحميره. دابا غادي نضيف شويه ديال الفرماج اي نوع كان عندكم، غير شويه باش ما يتحلوش ليكم في الطياب، وغادي نخلط مزيان هاد المكونات. كويرات متوسطين، سمحوا لي الا كنزرب حيتاش زربانه مع الوقت، وغادي نديروهم في البيض وفي لاشاتور، تعاودو تردوهم البيض وتعاودوهم في لاشاتور. ها هما لي كروكيت، الشكل النهائي ديالهم كيفاش كيجي، كيجيو لذاد. كنتمنى حتى هما تجربوهم وتردو عليا في التعليقات، وما تنساوش تشجعوني بلي لايك ديالكم. هذا هو الشكل النهائي ديال كريم كاراميل سيترون وريتو لكم، ها هو كيف كيجي من بعد الروينه بيان سور ديال الدار. جمعنا الدار ونقيتها، ودابا خرجنا نديرو قهوه في مارينا. جلسنا دابا في او كونتوار.
صافي غادي نقفل معكم الفلو. كنتمنى الفيديو يكون في فلاق لكم والوصفات اللي قدمت لكم اليوم يعجبكم. ما تنسوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم